حلقة جديدة من دردشة بنرحب فيكم فيها مشاهدينا، وكمان في عنا مواضيع كتير رح نحكي عنها، وبالتأكيد لازم نحكي عن المبادرات الكتيرة يلي بعدها مستمرة تحديدا في لبنان لدعم ومساندة النازحين. وميسا عطلة واحدة من عشرات صناع المحتوى يلي تكاتفوا مع بعض لحتى يقدموا مساعدات لأهلهم بالمدارس والملاجع. ميسا هي فنانة ستاند اب كوميدي، قررت تحول محتواها مثل غيرها من الشباب لتنقل صورة كل اللي عم يصير بلبنان، كما اشتهرت مؤخرا بمقاطع فيديو بتدعم فيها غزة. خلونا نتعرف عليها أكثر من خلال هذا الفيديو. ميسا، شو هي الأشياء اللي عم تقدموها للنازحين؟ حصص ووجبات غذائية، فرش مخدات حرمات وأدوية. شباب خلص الوجبات يلا. ما زال يستهدف الأبنية، ما زال يعني بعضه طيب، وما زال الزوال يعني بعيد عنه الزوال. وبما انه بعضه طيب وما زال، شو بده يعمل؟ عم يستهدف هالابنيه. بقلب غزه في منطقه اسمها خان يونس، وبقلب خان يونس في منطقه اسمها المواصل. في بدايه شهر تموز الماضي شن الجيش الاسرائيلي هجوم مسلح على منطقه المواصل بحجه قتل فلسطينيين ارهابيين من كتائب القسام، بس هالهجوم صار بطريقه خاصه شوي. بالاول بلش الاسرائيلي بقصف البيوت واحد ورا الثاني، ولما خلص صار وقت سيارات الإسعاف. على أساس شو؟ إنه قوات القسام متخبية بالبيوت وسيارات الإسعاف. خلينا نرحب بميسا عطلة صانعة المحتوى. أهلا وسهلا فيك ميسا. أهلا 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 فيكم، ومشتي كتير على الاستضافة. أكيد ميسا، خلينا نبلش اليوم، حابين نتعرف على دورك بهيدي الحملة، وكمان سمعنا إنه الوالدة كمان عم تساعدكم بحملة المبادرات، يعني جمع التبرعات. صح مزبوط. أول شيء أجان مرسي كتير على الاستضافة، وشكراً كتير أنه عم بتسلطوا الضوء على المبادرة وعلى الوضع بلبنان بشكل عام. أنا دوري مثل دور الكل، يعني جوكر إذا بدك. كل شيء بنعمل من عدل لما يكون عايزين حدا يحمل، بنجمع يعني شغلتنا كمان نجمع مساعدات من الناس، نوزع على الأشخاص اللي بحاجة. أنا تحديداً مهمتي أنه أنا أقرر كيف بده يتم تقسيم المصاري على أهمية المساعدة، يعني معنا هالقد مصاري اليوم لازم نجيب حرمات، نقلل من هون نزيد من هون حسب شو بيوصلنا، فهيدا دوري أنا. أما بخصوص المواد، صح مثل ما عم تقولي، نحن تقريبا بمطعمنا كل يوم عم نطلع بحدود 1000 وجبة للعيال أكيد النازحة، فماما وعائلتي بشكل عام عم بيقوموا بهيدي المهمة يوميا من أول النزوح لهلأ. كتير عظيم. يعني ميسا، مثل ما بنعرف في كتير مبادرات عم بتصير اليوم في لبنان كرمال يساعدوا كل العالم اللي عم بنزحوا بهالوقت وهاي الظروف، بس شو هو الشيء المختلف يلي عم بتحسي انه انتو عم بتقدموه بهالحملة مختلف عن باقي المبادرات والحملات التانية؟ الأول شيء أكيد مشكور أي شخص بيساعد بأي طبعا. طريقة بأي طريقة كانت، يعني نحن كل شخص جهوده مشكورة. اللي نحن عم نقدمه هو هيك إذا بدك علاقة صداقة صارت عم بتصير بيننا وبين الأشخاص اللي عم بيكونوا بحاجة لمساعدة، لأنه نحن بينزلوا يعني بيجوا على مركزنا بيلاقونا نحن متواجدين دائما، نتحدث نحن وياهم ونحكي نعطيهم هيك إذا بدكم بوزيتيف انرجي، بنخبرهم انه نحن مثلنا مثلهم كمان، يعني نحن كمان عم نعيش نفس اللي هن عم بيعيشوه، بس نحن عم نجرب قد ما فينا نساعد اكثر. ونحن اللي يعني اللي قدرنا نعمله هو انه نساعد على كل الاصعده، يعني نحن امننا بيوت للاجار، قصص غذائيه، ادويه، فرش، حرمات، يعني كل اشكال المساعده اذا بدكم عم نقدر نامن على قد ما بنقدر. اكيد أكيد ميسا، يعني بما أنكم عم تختلطوا مع النازحين، عم تتعرفوا على قصصهم، يعني هاي مسؤولية كتير كبيرة، بس كمان في لها تحديات. أنا حابة أعرف شو أصعب شيء بتواجهيه أنت وعم تتطوعي بهيدي الحملة من تحديات كمان؟ لا، من أصعب الأشياء اللي واجهتها وبعدني عم واجهها لما التقى بشخص أنا بعرفه، يعني شخص هو يمكن مش عارف انه انا موجوده هون، بيجي بده مساعده وبيلاقيني هون. بتكون صعبه شوي علي وعليه، لانه لما تكوني بتعرفي شخص هو عم يطلب مساعده بهيك وضع بتكون ثقيله شوي، بس انا اكيد مثل ما كنت عم اقول لكم انه بجرب حسسهم انه نحن كلنا بنفس المركب اذا بدك، ف
ما في داعي حدا يحس حاله تقيل، لأنه هلأ نحن كلنا بحاجة لبعض. فهذه شوية بتكون صعبة علينا، وبتكون صعبة كمان أنه أنت تفهمي العالم أنه نحن مبادرة خردية، يعني نحن ما في عنا منا مدعومين من طرف معين عم بيأملنا مساعدات دائمة. يعني نحن اليوم بيصلنا مساعدات بنقدر نساعد، إذا ما وصلنا ما بنقدر نعمل شيء. فهيدا الشيء صعب كمان، ونحن نحاول نقنع على العالم انه نحن مش مخبيين عنكم، نحن اللي عم تشوفوه هو اللي موجود عنا. حلو. يعني ما يسبب، بما انه عم نحكي عن كل هاي التفاصيل، كمان نحن شفنا انه انت على حساباتك بتقدمي محتوى بتحكي فيه عن تفاصيل كتير بتتعلق بكل هاي الظروف يلي العالم عم بيعيش فيها هاي الفترة. لهيك السؤال هو قد ايه فعليا صعب او سهل عليكي، يعني it depends، انك توفقي ما بين انك تصنعي هذا المحتوى وتقدمي معلومات وتفاصيل بتصير في حياتك، بتصير في كل الامور اللي حواليكي، بالاضافه للحمله اللي انت عم بتحاولي تقدمي من خلالها مساعدات للعالم. هلا الصعوبه بتصير انه نحن الوقت، يعني نحن عندنا 24 ساعه بالنهار، وال 24 ساعه بدنا نلحق نعمل فيها كل شيء. ببدايه المبادره كنا يعني من الصبح لنص الليل لوجه الضوء كلنا، يعني ما عم نلحق أصلاً نعمل شيء، ما عم نشوف أهلينا، ما عم نلحق نرجع بيوتنا نرتاح مثل ما لازم نرتاح. فكان أكتر شيء عم نقدر نعمله هو إنه نصور ستوريز بس لنفرج الناس إنه المساعدات اللي عم بيقدموها وين عم بتروح، لأنه هيدا حقهم أكيد وواجب علينا إنه نحنا نفرج الناس المساعدة وين عم بتروح. بعدين لما نظمنا حالنا أكتر صرنا عم نجرب نلاقي ولو وقت قصير من نهارنا نوصل الصورة، لأنه هيدي شغلتنا آخر شيء. نحنا صنع محتوى وكل حدا عنده رقم أو عدد متابعين بيتابعوه من لبنان وبرات لبنان، فواجب علينا كمان هودي الناس يعرفوا شو عم بيصير عنا، لأنه مع الوقت اكتشفنا أنه في كتير ناس ما بتعرف شو عم بيصير للأسف. مفكرين أنه الحرب محدودة أو أنه هلأ بلشت الحرب، مش أنه هي صار لها سنة مبلشة. فكل حدا منا أجبر حاله أنه يفضي وقت بنهاره كجزء كمان طبعا هو من موضوع المساعده، انه احنا نساعد الناس تعرف شو عم بيصير، لانه هذا كمان وجبنا نوصل الصوره. مساء. الى جانب هيدي الفيديوهات التوعويه اللي عم تحكي عنها، كمان عم تنزلي فيديوهات بتحاول هيك تورجي العالم كيف حياتكم كانت حلوه قبل الحرب وكيف حتى بعد الحرب قادرين تصنعوا ذكريات حلوه. كيف بتحسي هيدي الفيديوهات بتاثر على نفسيه المشاهد؟ أنا بيصل لي فيدباكس كتير من الناس بيقولوا لي إنه يعني أنا كل يوم في بصور ستوري إنه نحن مزبطين حالنا ونازلين نساعد بكل أناقة إذا بدك، فكتير بيصل لي مسجز إنه لما نشوف الستوريز عن جد بتشجعونا إنه بتتغير نفسيتنا. يعني أنا في صبية قالت لي بس شوف الستوري بيجي عبالي أحط ميك اب وزبط حالي وأظهر. فكتير بحب هودي المسجز، لأنه نحن مثل ما عم قلكم نحن كمان منضطر إنه نحن حتى لو نحن يمكن متضايقين أو تعبانين نغير جو للناس، لأنه كتير سهل إنه نحن نقعد ونزعل وما نقوم من البيت وما نعمل شيء، بس الأحسن والأفضل لإلنا ولإلهم إنه نساعد حالنا قبل ما نساعد غيرنا. فهذا جزء من جزء يعني من موضوع المساعدة، إنه نحن نرسم البسمة، لأنه الموضوع النفسي كمان عامل كتير كبير على الأشخاص النازحين أو على ضيوف بمنطقة بيروت أو مناطق النزوح. في كتير أشخاص بتجي لهون بيقولوا لنا إنهم يمكن فايتين بحالات اكتئاب أو كتير كتير مزعوجين ومش مرتاحين، فبنجرب نخفف عليهم. يعني في فيديو أنا نزلته كنا رايحين نجيب الوجبات قاعدين بالبيك أب محل ما بنحط الوجبات، فصرنا نغني ونزقف، فصار الناس على الشارع يتفاعلوا معنا يغنوا معنا يزقفوا معنا. فعن جد يعني شيء هالقد بسيط بيعمل فرق كتير بنهار شخص. أكيد، لأنه الناس محتاجة هيدي الأجواء، يعني بالأخص هلأ بالأوضاع اللي عم تمر فيها. يعني تفاصيل كتير هي ممكن تكون صغيرة بس فعلياً هي بتفرق في مثل هيك ظروف. بس يعني ميسا، السؤال هو شو الرسالة اللي أنت حابة توصليها من خلال الفيديوز أو حتى الفيديوز اللي بتقدمي من خلال هالمعلومات؟ الشيء اللي عم بتقدمي شو هي الرسالة؟ شو هو الشيء اللي حابة ميسا توصله لكل العالم اليوم يلي عم بتابعوها؟ أنا اللي بدي أقوله لكل الناس إنه نحن كلبنانية صح كتير يسمع يمكن الدول المجاورة إنه نحن في عنا مشاكل داخلية أو إنه هيك انقسامات، بس بهيدي الظروف نحن فعلاً اجتمعنا من كل المناطق ومن كل الطوائف ومن كل الانتماءات كشباب وصبايا، ما حدا منا سأل التاني شو، وكنا كلنا إيد وحدة لأنه شعبنا بحاجة لإلنا. اللي بنحب نفرجي هذه الصورة أكيد للناس، وبحب أقول لهم إنه هيدا واجب علينا.
شو ما كان راينا بالشخص الاخر هلا مش وقتها. انا على طول بقول لهم نحن دائما بنتحاسب بعدين لحالنا، بس مش قدام عدو عم ياذينا وعم بيضرنا. فكرمال هيك هذا الشيء اللي بدي وصله، وبدي اقول لهم انه دائما جربوا تضحكوا. نحن شعب كثير حلو وكل الناس بتعرف هذا الشيء وبتوصلنا هذه الفكره. ف شكله ميسا صار في مشكلة معها بالاتصال، بس ميسا كتير ركزت على تفصيلة مهمة وهي كيف إنه هم عم بيوصلوا للعالم قديه لازم يضلوا متعاونين وإيد واحدة، يتركوا كل الأمور اللي بيختلفوا فيها لحتى يكونوا يعني ظهر بعض أو سند لبعض مثل هيك ظروف. وقديه هذا الشيء عن جد مهم، لأنه لازم العالم تكون واقفة جنب بعضها مثل هيك ظروف، لأنه إذا ما وقفنا جنب بعض فعليا مين رح يوقف معنا؟ صح 100%. والأهم أنه هن بين الناس يعني عم ينخلطوا، بين النازحين كمان عم ينخلطوا. أهم شيء أنه عم يورجوهن أنه نحن كمان عم نمرق بنفس الظروف معكم، بس عم يجربوا يعطون هيدي الدوز الإيجابية اللي هن محتاجينها. يعني صح. فعليا الناس أكيد عم بتعاني كتير، عم بتمر بظروف كتير صعبة، بس هيدي التبرعات اللي عم يجمعوها يعني يمكن تكون بسيطة بس معنويا تكون كبيرة، كتير كبيرة. بس النقطة كتير حلوة حكيتها هي، اللي هي فكرة قديه هم بيعيشوا بنفس الظروف بس عم بيحاولوا يساعدوا غيرهم ويفرحوهم، وهذا الشيء قديه رح يكون يعني سهل أو صعب عليهم. أكيد 100%. بعتقد ميسا رجعت لنا. ميسا سمعتينا؟ صار كثير هذا بابا عم بيتنام. أكيد بنسلم على عمه. بابا من الأشخاص اللي ضلوا صامدين بجنوبه ورفض إنه يطلع، على من يومين يعني ترجعني كثير لحتى يطلع من المنطقة اللي طلع. طبيعي. بما أن خلينا نرجع شوي لموضوع التبرعات، يعني أنا حابة أعرف شو هي طبيعة التبرعات يلي بالعادة أنتوا بتوصلكن، وحاليا يعني بهذا الوقت هل في أشياء محددة بتفضلوا أنه توصلكن أكتر؟ أكيد نحن أكتر شيء وصلنا من أول حملة وصلنا مساعدات مادية، واللي هي بتساعدنا أكتر شيء لأنه إحنا بنقدر بسهولة نقرر نحن شو بدنا نجيب أغراض ونوجه حسب الأولوية والأهمية. فمساعدة مادية وصلنا حرامات، واللي هو هلا اكثر شيء نحن بحاجه له لانه نحن فتنا على شتويه، ففي مناطق يعني حتى بيروت صار فيها سقعه، المناطق اللي اعلى فيها سقعه اكثر، فعم نكون بحاجه لحرامات، كلستات، جاكيتات، كل شيء لبس شتوي بيساعد الاشخاص انهم يتدفوا. هيدا اكثر شيء عم نعمله هلا. بس نحن اجمالا غطينا كثير مجالات مساعده، يعني مثل ما قلت لكم اول فتره النزوح استاجرنا بيوت للعيال النازحه، ادويه، احنا موضوع الادويه كثير اساسي عندنا خصوصا الامراض المزمنه، حصص يوميه، احنا كنا عم نطلع تقريبا 200 حصه يوميا و1000 وجبه غذائيه يوميا، ما هدول مستمرين فيهم، وكمان فوق يعني الاف الفرش والمخدات، بس هلا تركيزنا مثل ما عم اقول لكم على الحرامات والجاكيتات وكل شيء لبس شتوي. كتير عظيم يعني أكيد. ميسا احنا بنتشكرك على انه انت اصلا عم تعملي هاي المبادرة، انت وكل حدا عم بيعاونك، واكيد جود لك لكم ولكل حدا عم بيحاول يقدم المساعدة للتانين في مثل هيك ظروف. ميسا عطلة صانعة المحتوى، شكرا كتير لك. شكرا لك، شكرا كتير لكم على الاستضافة.